السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكركم بزاف على المتابعة ونهار كريم هذا قنطار الخير الحمد لله اللهم لك الحمد. نتيني والحوت قليل اخويا، حوت قليل حوت قليل بزاف، كاين شنا الحوت اليوم هو الخميس جوج شهر ثلاثة 2023. نتيني الحوت قليل اخوتي، قليل بزاف ماشي شوية، والله العظيم الحوت قليل اخوتي، ها انتم كتشوفوا بعينيكم تيني الحوت قليل با وغالي شويه، كاين الثمن اخوتي، كاين الثمن الحوت قليل بزاف ماشي شويه، تيني الحوت قليل بزاف ماشي شويه، والله العظيم يعني انتم كتشوفوا السنقات هما اللي كاينين داخل كاع خاويه، ما نقولوش حنا خاويه، هادو مصنين تقاس هادو راه مسوقين السواقه، ما لقيتش هما ليهم نسيني اش غادي نسول ولا شي حاجه، ما لقيتش هما ليهم انت يعني شي بخاوي هادشي هادا، ها انت كل بلاصه فيها غير واحد تتكون عامره، كون كتشوفوا الفيديوهات اللي فاتوا نسيني الفيديوهات اللي فاتوا يعني تيكون عامر هادشي هادا نسيني، ها هو شويه حرتوكه هادشي مهم سنين تقاس قليل داكشي قليل داكشي قليل بزاف نسيني داكشي قليل هادا انتم اخوتي لا حبك لي سير عليك انتم هذا الخير هذا قليل الحوت اخوتي راه الشيء اللي كاين، ما كتصور ديك الساعه اللي كيبيع في الحاره خاصك تصور كلشي، هذيك هي كلشي هذيك هي اللي خصك تصور، والله الا كلشي الخير موجود الحمد لله، انت المهم انتم هذا الخير هذا البركه هذا النهار هي هذا الشيء اللي كاين، الله يسخر اخوتي راس العقليه سلعة قليلة وسوية الثمن، كاين الثمن ها شنو ما يقولش راه خاوي بزاف ماشي شوية، هانتوما الصنادق اللي تنقولو مثلا هكا داكشي خاوي، فين شي حاجة داكشي خاوي بزاف ماشي شوية، هانتوما مكاينش الحوت هذا، هذا القيمرون، القيمرون هذا تيكون فيه شي 90 ألف فرن، هادو هما راه السوق اخويا، راه السوق الحوت هما هادو. السوق اخوتي زوين داكشي ويا الحوت قليل بزاف ماشي مكاينش كاع، انت كتشوف هاد الشويه هادا انت سنين بقات وصافي داكشي قليل بزاف ماشي مسخر اخويا، كل واحد راه داكشي قليل شقري بزاف هاد النور من الباب هاد خوتي، مبروك الروا على جميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، هنيئا لكم بهذا الخير هذا، فرحانين كلشي فرحان الحمد لله، واخا كاين شويه ديال الناس مساكن طاربه شويه واثمنه وداك الشيء والناس كتهضر غير على الغلا وكذا وكذا، ولكن هذاك الشيء قدر الله دابا يفتح الله سبحانه وتعالى الامطار الخير الحمد لله، ومبروك الروا عليكم جميعا، وشكروا تنشكركم على المتابعه وتنشكركم بزاف، ديروا لنا جيم وبارطاجيو اخوتي، ديروا لنا شي كومونتير زوين، ولا كانت شي حاجه هكا ماشي هي هذيك قولوها لنا نجاوبوكم اخوتي، لا اي حاجه نجاوبوكم ماشي مشكل، السلام عليكم.